بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحييكم إخواني الطلاب في درسنا لهذا اليوم، درس العمل والإنتاج من مادة الاجتماعيات الثالث المتوسط مدارس الخارج الأهلية المرحلة المتوسطة. محدثكم الأستاذ محمد ناصر آل بريك. نبدأ يا شباب في درسنا لهذا اليوم، درس العمل والإنتاج، وسنأخذ في جوانبه لماذا نعمل وما علاقة الإنتاج بالعمل. العمل يا شباب هو أي إنسان في هذه الحياة الدنيوية يجب أن يكون يعمل، سواء عمل قديم أو مع الأعمال الحديثة التي تتطلب شهادات دراسية، شهادة بالثانوية، شهادة بالجامعية، شهادات عليا لتخصصات معينة يتطلبها سوق العمل. العمل يا شباب، تعريف العمل مجهود إرادي من الإنسان لإنتاج سلعة أو لإنتاج غرض معين أو تقديم خدمة للمجتمع أو تقديم خدمة للفرد مقابل الحصول على أجر. بالعامية يا شباب، العمل التي يطلق عليها الآن الوظيفة التي يجب على كل فرد أن يكون في عمل مختص به لينتفع من أجره وينفع وطنه ويقدم ما لديه من خبرات ومن معارف لهذا البلد المعطاء ولأفراد مجتمعه. تتنوع الأعمال والمهن وفقاً لحاجات المجتمع. يجب أن يرى الإنسان قبل أن يقرر أن يعمل أن يرى حاجات المجتمع وحاجات سوق العمل، ولأن الفرد لا يستطيع أن ينتج كل ما يحتاج إليه من سلع وخدمات، فإنه لابد من التخصص في الإنتاج. يجب أن يختار التخصص الذي يرغب به ويرى من نفسه أنه يقدر أن يبدع وأن يعطي كل ما لديه في هذا التخصص لكي يعمل عملا رائعا وممتاز، وحتى أن يكون هذا الإنتاج ناجحا فلا بد من الجودة والإتقان في هذا العمل، فيه بأن تتولاه الأيدي الماهرة والمدربة تدريبا ممتازا. نشاط واحد يا شباب يمثل الطلبة لصناعة ترتبط بها عدة اختصاصات. مثلا يا شباب، أن تدرس تخصص الهندسة، ماذا يطلب تخصص الهندسة يا شباب؟ متطلب في سوق العمل بكثرة، ولأهميته دراسته الجامعية المدة لا تقل عن 4 إلى 5 سنوات على حسب التخصصات. مثلا الهندسة الزراعية، يعمل في الزراعة وفي المجال الزراعي وفي المؤسسات وفي الشركات الزراعية، البذور والأسمدة والمبيدات. أيضا الهندسة الصناعية مثل الهندسة الميكانيكية، الهندسة المعمارية، ترتبط بها صناعة الورق. يجب أن يكون مهندس يصنع الورق بدقة عالية جدا. تطور قطاعات العمل والإنتاج، كيف يتطور وكيف كان تطور قطاعات الأعمال والإنتاج على مر العصور؟ يتطور العمل يا شباب والإنتاج مع تقدم العلم وتطور التقنية والتحدث والتقنيات الحديثة التي تجعل من الإنتاج سريع وجودة عالية، ويقلل التطور التقني وفائدة التقنية الحديثة والتقدم العلمي، يقلل من الأيدي العاملة، يوفر على الدولة المادة الكثيرة والرواتب التي تعطى للأيدي العاملة توفر وتزيد من اقتصاد الدولة، توفر هذه التقنية الأيدي العاملة. نشاط 2، يحدد الطلبة المهن التي شاركت في إنجاز السلع الآتية. مثلا رغيف الخبز، من الذي شارك في إنجاز هذه السلعة؟ هو بالطبع المزارع والخباز. تزرع في المزارع
الفرد الذي يعمل في مجال الزراعة يزرع القمح، والفرد الذي ينتج الخبز ويصنع الخبز يعمل في هذا المجال، هم من أخرجوا لنا رغيف الخبز. أيضا الكتب المدرسية، من الذي أنجزنا هذه السلعة؟ عمال المصانع والمزارع كزراعة القطن تصنع منها الأوراق أيضا، وعمال المصانع من هم من جمعوها وصنعوها ووضعوها في كتاب معين، والمؤلف أيضا هو الذي أنتج هذا الكتاب المدرسي وحلله ووضعه بعدها يذهب إلى المصانع لينتج للطلبة. أيضا الكراسي والطاولات من المزارع، من الأشجار ذات السيقان وذات الجذور الكبيرة التي تحتوي على أعواد الخشب الكثيرة، ثم تذهب إلى النجار، والنجار يعمل على تنحيتها وتخطيطها وإخراج لنا الكراسي والطاولات التي نستفيد منها في بيوتنا. المهنة المناسبة لك أيها الفرد، ما هي المهنة المناسبة؟ يجب عندما تضع خطة في ذهنك، يجب ألا تقل عندما تضع فكرة في بالك لتعمل بها، يجب ألا تقلد الآخرين. لا تقلد الآخرين وأنت ليس لديك هذه الرغبة، إنما ترى الناس مجتمعين على هذه المهنة أو هذا التخصص وتذهب معهم. لا، هذا خطأ كبير. يجب أن ترى وتذهب مع ما يناسبك ويناسب قدراتك ومعرفتك وميولك ورغبتك. تذهب لتخصص فتستشير، لا بأس من الاستشارة، لكن تفعل الذي ترغب به وتفهمه وترى قدراتك تبدع به، ولا تذهب عزيزي الفرد وعزيزي الطالب إلى الأشياء التي ليس لديك بها رغبة، إنما ترى الناس عليها وتذهب وتقلد الآخرين في ميولهم، وهذا خطأ كبير. فمنهم الآباء أو الأمهات، ليس لزاما أن تكون ضمن ميول الأبناء وقدراتهم، ولهذا يخضع اختيارنا للمهنة إلى عوامل محددة ومعايير متعددة. معايير اختيار المهنة يا شباب، عندما تختار المهنة يجب أن تمشي على قواعد معينة. تختار التخصص والمستوى العلمي الذي يحد قدراتك وميولك، أيضا الميول زي ما ذكرت قبل قليل، والقدرات. عندما ترى قدراتك وميولك في هذه المهنة تبدع به، فاختاره وتوكل على الله. عندما ترى هذا ولا ليس لديك الرغبة، وإنما لتقلد الآخرين، سوف تقع في مشاكل وفي أخطاء كثيرة. ثالثا، ترى حاجات سوق العمل. هل هذا التخصص عندما أتخرج من الجامعة أو من الدراسات العليا، هل سوق العمل يتطلب هذا التخصص بكثرة أم قليل لكي يتم سرعة العمل وتعيين الوظيفة؟ يجب أن تراعي هذه المعايير الثلاثة المهمة. ولنرى يا شباب في الصورتين الآتيتين، يسارا موظف سعودي في شركة أرامكو السعودية قديما، كان يعمل في شركة أرامكو، والآن شركة أرامكو موظف سعودي اليوم بعد دراسته وبحوثه وإخراج الجامعات السعودية لطالب ولفرد متمتع من العلم لكي تستفيد من هذه الشركة. نذهب يا شباب إلى نشاط ثلاثة. ألف، يناقش الطلبة العبارة الآتية في حدود سطرين فقط: العمل مصدر رقي الأمم. ما معنى ذلك يا شباب؟ العمل مصدر رقي الأمم. نعم، رقي الأمم يبني على العمل الجاد. يجب أن تعمل بجهد لكي تصل هذا البلد إلى تقدم في العلم وتقدم في الخدمات، وتشارك في بناء بلدك. ولذلك تقاس جدية الدول وتقدمها باهتمامها بالعمل والعاملين. فالعمل هو ما يبني الحضارات والأمم. العلم يبني الحضارات والأمم. هذا شيء مفروغ منه وأكيد، وهو أساس نهضتها وتطورها. المدينة أو الدولة التي ليس فيها علم يفي بالغرض، أو ليس لديها مؤسسات تعليمية، لن تتطور ولن تنهض ولا تتقدم، بل ستصبح من الدول المتأخرة وستضعف مع السنين المتتالية.
السؤال الثاني: ب يعبر الطلبة في حدود سطرين أيضا عن المكانة التي يمنحها العمل للإنسان. العمل يا شباب سبب لسعادة الإنسان، يكون الإنسان سعيد عندما يعمل هذا شيء طبيعي، عندما يعمل يشعر بسعادة، سعادة عندما يقبض الأجر في آخر الشهر، وسعادة عندما يقدم حاجة لبلده ولنفسه ويستفيد منها الآخرين. فمن استطاع توفير قوت عائلته سيطمئن ويهدأ ويشعر بالسعادة كما قلت قبل قليل، ويحفظ كرامته أمام الناس، أنه ليس عاطل وليس باطل. وهذا ليس عيبا عندما يكون عاطل، لكن العاطل يا شباب الذي يبحث عن العمل ولم يجد لا يعتبر مجتهد، لكن العاطل الباطل الذي لا يبحث عن العمل فهذا الذي لا يشعر بالسعادة، وإنما عايش على كنف أمه أو أبيه، أو يكون قد يمتلك مالا كثيرا، لكن العمل مهم جدا في الحياة. السؤال الثالث يا شباب: يحدد الطلبة مهنة المستقبل ثم يعددون المعايير التي تتطلبها، مثلا مهنة الطب. المعايير التي تطلبها هي التخصص، تختار التخصص في الطب كتخصص الأسنان، طب الأسنان أو طب التمريض أو مثلا طب الجراحة، تختار التخصص الذي يلائمك أو يناسبك، وأيضا المستوى العلمي والتخرج من الجامعة والميول والقدرات، أن تكون محبة للمهنة ويرى حاجة السوق لها، هل هذا التخصص مثلا طب الأسنان سوق العمل يحتاجه؟ بشكل أكيد طب الأسنان في تطور، والإنسان في السكان في ازدياد، وهذا التخصص مهم جدا، وسوق العمل يحتاجه بكثرة. السؤال الأخير في النشاط ثلاثة: ما النشاطات التي يمكن أن تمارس من أجل تطور القدرات والمهارات الوظيفية؟ طيب يا شباب، عفوا، ما النشاطات التي يمكن أن تمارس من أجل تطوير القدرات والمهارات الوظيفية؟ 1- المبادرة بالتدريب والتعلم الذاتي. 2- اكتساب الخبرة والتعلم من الخبراء. 3- التعلم من زملاء العمل الأخطاء المرتكبة خلال الحياة الوظيفية. نذهب يا شباب أخيرا إلى تقويم الدرس 14. السؤال الأول يا شباب: ما أبرز عوامل نجاح العمل؟ كما هو مبين يا شباب أمامكم، التقويم محلول، لكن سنفصل سنشرح هذا الحلول. ما أبرز عوامل نجاح العمل؟ لكي يكون عملك ناجح يجب أن تتقن هذا العمل، ليس تعمل مجاملة أو تعمل لغرض معين فقط، لا، يجب أن تتقن هذا العمل لوجه الله ولخدمة هذا المجتمع. أيضا تطور العمل، لا يجب أن تمشي على روتين معين، يجب أن تطور من نفسك وتطور من قدراتك في هذا العمل وتنميه بشكل أكبر. 3- الالتزام بالقيم والأخلاق. عندما تعمل وتقدم الخدمة للآخرين يجب أن تتحلى بالأخلاق والقيم الإسلامية. سؤال 2 يا شباب: يذكر الطلبة 3 من أسباب أهمية العمل. عندما تعمل، العمل له أهمية كبيرة يا شباب لنفسك ولخدمة وطنك. مثلا 1- صورة من صور عبادة الله والامتثال لأوامره. الله سبحانه وتعالى حثنا على العمل، على الرزق، على اكتساب العمل واكتساب المال ولقضاء قوت اليوم. هذه من صور عبادة الله والامتثال لأوامره وطاعته في أوامره. 2- يحفظ كرامة الإنسان ويكسب مكانة عالية في مجتمعه. أيضا يا شباب، العمل عندما تعمل تحفظ كرامتك أمام الناس وتكون ذو مكانة رفيعة أمامهم، وأيضا كسب الرزق الحلال. وهنا نشاط 3 يا شباب والنشاط الرابع، ونتمنى من الله أن أكون قد وفقت في شرح هذا الدرس
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء إن شاء الله في درس قادم.